قبل فترة كان مقابلة أو لقاء تلفزيوني إلى السيد رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، وكان عنده تصور، أنا أعتقد من خلال المقابلة التلفزيونية كان عنده تصور على أن النهضة في العراق، النهضة القادمة ما ممكن تكون إذا ما تم الاعتماد على الاستثمار، وذكر بالنص أنه العراق حتى ينهض اقتصاديا لازم إحنا نتوجه إلى الاستثمار. السلام عليكم. الموضوع اليوم مالتنا على الاستثمار بالعراق، كيفية جلب الاستثمار داخل العراق بصورة عامة. راح نتناوله الاستثمار بالدول النامية، كيف الدول النامية الأخرى قدرت تطور نفسها وتخرج من مصافي الدول النامية وتتحول إلى دول متطورة ومتقدمة. راح ناخذ بنظر الاعتبار تقرير الاستثمار العالمي اللي نشرته مؤخرا الأمم المتحدة، ونبين نحاول قدر المستطاع نبين كل التفاصيل اللي موجودة بداخل هذا التقرير، ونبين الأمور اللي احنا نقدر نعالجها داخليا داخل العراق بحيث نقدر نتحول من دولة نامية اقتصاديا إلى دولة متطورة اقتصاديا بالاعتماد على الاستثمار وجلب الاستثمار الخارجي الأجنبي إلى الداخل. القناة استضافت بهذا الموضوع حتى نحاول نغطي بكل تفاصيل الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام، معاون عميد الشؤون العلمية بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة البصرة. نورنا وشرفنا اليوم بقناتنا. أهلا وسهلا بك دكتور، شرفتني ونورتني، نشرف بحضورك. أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. الموضوع الاستثمار يمكن من المواضيع اللي أخذت حيز جدا كبير وما أخذ حيز جدا كبير، يمكن خاصة بالنسبة للسياسيين، أي سياسي من السئلة تقول شنو الأزمة الاقتصادية الموجودة بالعراق، كيف ندارك الأزمة الاقتصادية اللي موجودة بالعراق مباشرة يجي الاستثمار، يقول لك الحل هو بالاستثمار. الاستثمار إلى ضوابط وإلى شروط حتى إحنا نقدر نأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار وفعلا نجلب الاستثمار الأجنبي من الخارج إلى الداخل. يمكن أول سؤال يتراول إلى ذهن أي شخص، إحنا شنو نقصد بالاستثمار الأجنبي وشنو الآليات الرئيسية اللي نقدر نوفرها حتى نقدر نجلب الاستثمار لبلدنا مثل العراق؟ شكرا جزيلا أستاذ هشام. الاستثمار الأجنبي كما هو معروف، يعني كتعريف يقصد به امتلاك فرد أو مؤسسة معينة من دولة معينة لأصول في دولة أخرى، هذا بشكل مبسط. وبعد الحرب العالمية الثانية سعت الكثير من الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بشقيها، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة المتمثلة في الاستثمار في الأسواق المالية، امتلاك أسهم أو سندات. بالنسبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر، هو هذا يتمثل بأسواق المال، وهذا لا يتطلب تواجد فعلي للشركة المعنية وإنما امتلاك أصول مالية. التركيز الأساسي من أغلب الدول هو على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتطلب تواجد فعلي للشركات الكبرى التي تقيم استثماراتها في دول مختلفة من العالم. وهذا الاستثمار يعني بعد يعني الانفتاح الكبير وبعد ظروف العولمة التي عصفت بشتى اقتصادات العالم، أصبح وسيلة مهمة جدا للتمويل. يعني إذا ما استطاعت دولة ما استقطاب الاستثمار الأجنبي فإن هذا يعد وسيلة أساسية للتمويل بحيث يخفف عن كاهل الحكومة الانفاق من ميزانيتها الخاصة، وإنما يعني تعتمد على شركة أخرى بهذه الحالة في تمويل مشاريعها في داخل البلد. هذا جانب مهم. يعني أولا الاستثمار الأجنبي يعتبر وسيلة للتمويل بحيث يتم نقل الأموال
من دول أخرى من الخارج إلى داخل البلد المضيف. في نفس الوقت ممكن أن يعد الاستثمار الأجنبي المباشر كبديل أمثل للتجارة. كيف؟ يعني بدلا من أن تقوم الدولة أو قطاعاتها الاقتصادية وشركاتها العامة والخاصة بالاستيراد من الخارج، فإن وجود هكذا شركات أجنبية هي بمثابة بديل أمثل للتجارة، كونها سوف تقوم بإنتاج هذه السلع في داخل البلد المضيف، وهي بذلك تحقق مزايا اقتصادية كبيرة للسوق المحلية. يعني بكلمة اقتصادية أخرى، أن هذه الشركات أو هذه الاستثمارات سوف تؤدي إلى توسيع السوق المحلي، إلى توسيع الطاقة الاقتصادية والطاقة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز وفي دعم القطاعات الاقتصادية المحلية. يعني كما تعلم أن هذه الاستثمارات سوف لا تأتي بكل صغيرة وكبيرة، بكل ما تحتاج، وإنما تحتاج إلى وكلاء من الداخل، تحتاج إلى شركات صغيرة في الداخل ترتبط معها حتى تزودها مثلا بالمواد الأولية، تزودها بالقوى العاملة المحلية. أكيد هناك شروط، وهذا موجود يعني في كثير من الدول، يعني تشترط تشغيل جزء من العمالة المحلية يصل حتى إلى 50%. هذا يعتمد على العقد المبرم ما بين الدولة المضيفة والشركة المستثمرة في ذلك البلد. يعني هذا جانب إيجابي بكل تأكيد، يعني يسهم في توسيع السوق، في تشغيل القوى العاملة، في خلق حتى التشابكات مع القطاعات الأخرى الاقتصادية في داخل البلد، وكذلك في دعم مهارة العاملين في نقل الخبرات، في نقل التكنولوجيا. وهذه مسائل مهمة، واستطاعت كثير من الدول بهذا الأسلوب أن تجذب التكنولوجيا إلى داخل اقتصاداتها، ومن ثم دعم القطاعات المحلية بشكل كبير. وهذه مسألة مهمة، يعني إذا ما افترضنا أن الاستثمار فقط يقتصر فقط على المستثمر الأجنبي بدون الارتباط بالاقتصاد المحلي، فهذا ممكن أن يعد يعني يشكل جانب سلبي بالنسبة للاستثمار. يعني كما تعلم أن هذه الاستثمارات لها الحرية الكاملة في نقل أرباحها إلى الخارج، وبالتالي أن عقد شراكات مع شركات الداخل ممكن أن يعيد استثمار الأرباح المتولدة من هذه الشركات، وبالتالي يستفاد الاقتصاد المحلي بشكل أكبر. يعني وهذا يتجسد، يعني إذا نطبق الحالة على الاقتصاد العراقي، أرى أن الاستثمار مثلا في القطاعات غير النفطية ممكن أن يحقق جوانب إيجابية كبيرة أكبر مما هو عليه الحال في الاستثمار في القطاع النفطي. يعني على الرغم من القطاع النفطي يعتبر المصدر الأساسي لتوليد الدخل في العراق والمليارات التي يحققها القطاع النفطي وأهمية ذلك، إلا أن الاستثمار في القطاعات غير النفطية ممكن أن تعد الأهم بكثير من الاستثمار النفطي، كون أن هذه الاستثمارات سوف تخلق حالة من التشابكات، سوف تشغل الكثير من القوى العاملة، سوف تولد فرص العمل وفرص الاستثمار للقطاعات المحلية. بمعنى أن هذه الاستثمارات الأجنبية سوف تخلق دخل لشرائح كبيرة في داخل المجتمع بالنسبة للشركات المحلية التي تتعامل مع هذه الشركات الأجنبية، وبذلك يعني بالتالي هي سوف تفعل السوق المحلي بشكل أكبر. يعني بمعنى سوف تكون هناك إعادة استثمار للأموال المتولدة أو للأصول القادمة بالنسبة لهذه الشركات في داخل البلد، وهي أفضل بكثير بالنسبة للقطاعات أو بالنسبة للاستثمارات في القطاع النفطي الذي يعني يذهب السواد الأعظم منه إلى الشركات الأم خارج البلاد كما هو معلوم. هنا دكتور، كل الأمور الإيجابية اللي تم ذكرها، أنه توفير فرص عمل الآن حضرتك ذكرتها، نعم، إضافة إلى ارتباط مع السوق المحلية، توسيعة السوق إلى آخر من هذه الأمور، إحنا نشوفها ما غير مطبقة الآن. الاستثمار باستثناء النفط إذا استثنيناه، ما عندنا أي آلية استثمارية لأي أمر صناعي، أي أمر زراعي، لأي أمر اقتصادي، ما عندنا أي معالم من عالم الاستثمار. رغم بال2016 يمكن طلعت حضرتك على تقرير الأمم المتحدة للاستثمار،
من 2016 إلى هذا الوقت إنه كاستثمار عالميا شهد تطور كبير وقفزات كبيرة من ناحية الاستثمار والانتعاش الاستثمار العالمي، وكثير دول استفادت من هذه الأمور، هولندا، إيرلندا، الصين، سنغافورة، يعني لستة طويلة من الدول هنا إذا أريد أعدهم حتى ما أخطأ، هونغ كونغ في الصين، إيرلندا، هولندا، سويسرا، سنغافورة، البرازيل، كندا، الهند، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، بلجيكا، أستراليا، إيطاليا، شيلي، تركيا إلى آخره، قاعدة كبيرة من 2016 إلى الآن اللي تم انتعاش الاستثمار وقاعد يطور الاستثمار، وصارت آليات أخرى، آليات الاستثمار المستدامة إلى آخره. طيب العراق وين من هذه الأمور؟ نسي ذكرت حضرتك كخبير اقتصادي الأمور الإيجابية اللي ممكن ينتعش بها العراق في حالة أنه نفذ الاستثمار، اللي هي من أهمهم ممكن نقول توفير القوى العاملة، اليد العاملة، البطالة اللي موجودين، انتعاش السوق، تطوير البنى التحتية، بالتالي احنا ما راح نحتاج الى رؤوس اموال داخليه، يعني ما راح نعتمد على الناتج المحلي الاجمالي الداخلي داخل الدوله، راح نعتمد على اموال خارجيه نجيبها للداخل. من 2016 الى الان العراق وين من هذا الامر؟ للاسف الشديد يعني لا توجد بيئه استثماريه مناسبه للاستثمار الاجنبي المباشر في داخل العراق. يعني هناك جملة بالإضافة طبعا إلى الجانب الأمني وهذا معروف لدى القاصي والداني، هناك تعثر واضح وكبير في السياسة الاقتصادية للدولة، يعني لا توجد هناك برامج أو ترويج للاستثمار الأجنبي المباشر أو لفرص الاستثمار الأجنبي المتاحة في داخل البلاد. هناك يعني اختلال في الهيكل الاقتصادي الانتاجي، وهذا احد المؤشرات المهمه المعتمده في استقطاب الشركات او شركات الاستثمار الاجنبي المباشر. يعني احد اهم العوامل الجاذبه للاستثمار هو حجم السوق المحلي الذي يقاس بمستوى حجم الناتج المحلي الاجمالي. يعني عدم وجود نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي بكل قطاعاته الصناعية، الزراعية، الخدمية، هذا يشكل عامل يعني غير داعم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وهذه مسألة مهمة، يعني إذا كان حجم الاقتصاد كبير جدا وبالتالي هذا يجذب شركات أكثر للعمل في داخل الاقتصاد، بحكم أن هناك اقتصاد كبير بمعنى هناك طلب متزايد على هذه السلع، بحيث هذه الشركات حينما تنتج سلعها بإمكانها أن تسوق في الداخل والفائض ممكن أن يصدر إلى خارج البلاد. هذا غير موجود كما هو يعني كما يعني تعلم أنه هناك اعتماد شبه كامل على القطاع النفطي، وهناك يعني تعطيل للقطاعات الاقتصادية الأخرى لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة. بالإضافة إلى ذلك لا يوجد هناك قطاع مصرفي كفوء في العراق، يعني هذه من العوامل المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كيف يمكن لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر أن تقوم مثلا بتحويل أموالها سواء للداخل أو للخارج من دون وجود نظام مصرفي كفوء في الداخل؟ يعني هذه مسألة مهمة جدا. أضف إلى ذلك قوانين الاستثمار، البنى التحتية المتوفرة في داخل البلاد، يعني حتى وسائل النقل وطرق النقل، جميعها من العوامل المؤثرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. البيروقراطية يعني الجوانب الإدارية، الأسلوب، العوامل المؤسساتية، يعني كما تعلم هناك تجارب ناجحة على سبيل المثال في دولة الإمارات العربية المتحدة التي خطت خطوات كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. يعني جزء من هذه من هذا النجاح كان يتركز في الأساليب الإدارية والتسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، بدءا من الفيزا ومن الإجراءات الأخرى التي تسهل وتحفز المستثمرين على القدوم في للاستثمار في هذا البلد. هذا للأسف غير موجود في العراق، وحصلت تجارب كثيرة حتى نشرت في السوشيال ميديا لكثير من المستثمرين الذين قدموا من الخليج
وغادروا العراق في ليلة وضحاها بعدما يعني واجهوا العجب العجاب في الإجراءات الإدارية. يعني هذه مسألة معروفة ومسألة هي أحد العوامل المسببة لطرد الاستثمار الأجنبي أو عدم جذب الاستثمار الأجنبي بالأحرى. طيب دكتور، احنا كباحثين وحضرتك كخبير اقتصادي، احنا دائما نشخص المشكلة، نثبت وجود المشكلة، بعدين نعطي الحلول لهذه المشكلة. المشكلة الآن اللي موجودة عندنا هو عدم قدرة الدولة على جلب الاستثمار بكل الأمور السلبية اللي حضرتك ذكرتها. ممكن احنا كقارئين للشأن المالي الاقتصادي للبلد من خلال قراءاتنا، من خلال رؤيتنا للتجارب الأخرى مثل سنغافورة، ماليزيا، بعض دول الخليج، بعض دول آسيا، أفريقيا، يمكن صار عندنا التصور انه أغلب الدول اللي تعاني حروب أو هذه الدولة خارجة من حكم دكتاتوري أو من ثورة معينة دائما تعاني من الأمور الاقتصادية. يعني كاقتصاديا ممكن احنا نقرأ الأمر باختلاف المواطن البسيط اللي مختصاصة الأمور الاقتصادية، جائز من خلال التجربة الآن صارت عنده خبرة وصارت عنده معرفة وإدراك بالتدهور الاقتصادي وعدم قدرة الدولة الإدارية بسبب هذه النزاعات. كخبير اقتصادي حضرتك، ما شنو الامور المعالجات اللي ممكن احنا نوفرها هذه السلبيات الموجوده؟ يعني الان المواطن البسيط من راح يسمعني راح يقول لك هذه المشاكل اللي موجوده احنا نعرف بهذه المشاكل وندري بهذه المشاكل هي موجوده، الخلل الاداري، التلكؤ الاداري، عدم قدره الدوله حاليا اداريا، بعدها الانظمه اللي معتمده بعدها ما عندها القدره على اداره نفسها بشكل صحيح. احنا كيف نعالج هذه الامور؟ شنو الحلول الاقتصاديه اللي ممكن نخليها نقل الى مثلا المحافظين اللي موجودين بالحكومات المحليه بما باعتبار الان صارت لهم صلاحيات ممكن ينفذون امور، ممكن تكون مع مستثمرين، ممكن تتنفذها بحيث انت تخرج عن الانحراف اللي موجود او نسوي تصحيح للانحراف اللي موجود باعتبار احنا مشخصين هذه السلبيات. من واجبكم انا اشوف، من واجبنا نشخص هذه الامور ونعطي معالجات. هذا الاهم، شو المعالجات اللي يشوفها حضرتك كخبير اقتصادي؟ قبل المعالجات، هذه المسألة مرهونة بالسياسة الاقتصادية في البلد. يتوجب على السياسة الاقتصادية أولا أن تشخص الخلل، يتوجب على السياسة الاقتصادية أن تعترف بالمشاكل الموجودة ومن ثم بعد ذلك تضع الحلول المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. طبعا هذا يحتاج قوة من السياسة الاقتصادية ومن صاحب القرار الاقتصادي في البلد في تطبيق هذه القرارات. أتحول دكتور إلى التجربة السنغافورية، تجربة سنغافورة. سنغافورة كان النظام السياسي المتعلق بهم هو نظام برلمان مقارب إلى النظام العراقي، حتى تكون هذه يمكن كيس ستدي مناسبة لحالة وضع العراق حاليا. شافوا القرارات اللي يتم اتخاذها من قبل رئيس الوزراء دائما غير قابلة للمصادقة من قبله، والسبب بذلك لأن دائما قراراتها مناطة بالبرلمانيين الموجودين داخل القبة البرلمانية. حتى يتخلصون من هذا الأمر، لأن شافوا هذا الأمر عبارة تمثل عن بيئة طاردة إلى المستثمر، شافوا المستثمرين بدأوا يجنبون سنغافورة وكان هذا السبب اللي يعزونه إلى الحكومة إنه بسبب هذا الأمر. غيروا نظام الحكم في سنغافورة إلى صار انتخاب رئيس الوزراء هو انتخاب جماهيري، الجمهور يطلع ينتخب رئيس الوزراء وهو نفسه يكون رئيس الجمهورية حتى يقدر يتخذ القرار المناسب بالنسبة إلى المستثمر، بالتالي وفروا بيئة مناسبة إلى سنغافورة. أنا من خلال هذه التجربة البسيطة اللي صارت بسنغافورة وما قدرت سنغافورة تنهض اقتصادياً إلى أن تغير نظام الحكم به،
حضرتك ذكرت قبل قليل بأنه الأمور السياسية هي عبارة عن عقبة كبيرة بالنهضة الاقتصادية وجلب الاستثمار بالتالي المستثمر الأجنبي إلى الداخل. هل نروح إلى أبعد أنه المفروض النظام الحكم بالعراق الطريقة الحكم إحنا تتغير المفروض، أو ممكن نفس ما هي نسوي بها تعديلات من الناحية الاستثمارية؟ من الناحية الاستثمارية يعني لو ننظر الآن إلى الفلسفة الاقتصادية للدولة العراقية بعد 2003، أكيد هي فلسفة تؤمن بالاستثمار الأجنبي المباشر، تؤمن بالانفتاح، يعني على عكس تلك الفلسفة السائدة قبل 2003 التي كانت ترى أن الاستثمار الأجنبي يعني هو أشبه باحتلال اقتصادي. هذه النظرة تغيرت بعد العام 2003، هناك إيمان بالاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن للأسف لا توجد الآلية الكفيلة بجذب هذا الاستثمار، يعني لعدة ظروف، وهذا معروف يعني لدى القاسي والداني في العراق، وفي مقدمة هذا هو الإجراءات الروتينية وحتى ممكن ظروف الفساد الإداري والمالي، عدم وجود سياسة اقتصادية سليمة، وهذا ذكرت يعني من قبل، عدم وجود برامج الترويج. طيب دكتور، شو تأثير العلاقات الدولية أو العلاقات الخارجية، علاقات العراق خارجيا بجلب الاستثمار أو المستثمر الأجنبي إلى الداخل؟ شو تأثيراتها؟ هل لها تأثيرات إيجابية أو ما لها تأثيرات؟ بكل تأكيد للعلاقات تأثيرات إيجابية كبيرة، وكما يقال السياسة والاقتصاد وجهة لعملة واحدة، بدليل أنه حتى الاستثمارات في القطاع النفطي التي كانت أو العقود النفطية السابقة التي كانت في زمن النظام السابق قبل 2003 كانت مع الشركات الروسية، تم تحويلها إلى شركات فرنسية وبريطانية وأمريكية، وهذا بحكم العوامل السياسية والدول التي ساهمت في إسقاط النظام السابق إذا نأخذها من هذا الجانب. يعني هذه المسألة مرتبطة أساسا بالجانب السياسي، بحيث استحوذت الدول التي شاركت في الحرب وتغيير النظام على الحصة الأكبر من الاستثمارات النفطية في العراق، وبالتالي العلاقات السياسية بكل تأكيد لها أثر كبير في جذب شركات الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى هذا الأساس يعني يتوجب من السياسة الاقتصادية في العراق ومتخذي القرار أن يتوجهوا نحو هذا الجانب، بحيث أن تكون هناك سياسة اقتصادية أو علاقات سياسية عفوا ترنو إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، يعني لا ترتبط فقط في الجانب السياسي، وإنما في تحقيق ما هو مفيد منها لصالح الاقتصاد الداخلي والاقتصاد المحلي، بما يسهم في جذب الشركات، بما يسهم في فتح الآفاق للمستثمرين، بما يسهم في ترويج هذه الاستثمارات إلى تلك الدول، بحيث ممكن أن تسهم في جذب شركات ممكن أن تدعم الاقتصاد المحلي بشكل أكبر. قبل فترة كان مقابلة أو لقاء تلفزيوني إلى السيد رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، وكان عنده تصور، أنا أعتقد من خلال المقابلة التلفزيونية كان عنده تصور على أن النهضة في العراق، النهضة القادمة ما ممكن تكون إذا ما تم الاعتماد على الاستثمار، وذكر بالنص أنه العراق حتى ينهض اقتصاديا لازم إحنا نتوجه إلى الاستثمار. هاي هنا نحن كاقتصاديين كماليين تكون عندنا ممكن راحة داخلية أنه الحكومة العراقية عندها تصور دقيق بأنه الاستثمار مدى أهميته، ومفروض هو يكون النافذة الأساسية اللي يتجه إليها البلد حتى يطور نفسه اقتصادياً. هذه النظرة الإيجابية اللي ممكن تفرح أي اقتصادي، أي خبير مالي، هل تشوفها من خلال السياسات المطبقة؟ هل تشوف أنه راح تؤخذ بنظر الاعتبار وفق الآليات اللي إحنا قاعد نشوفها؟ إحنا ما قاعد نشوف تنفيذ، يعني إحنا أخذنا رئيس الوزراء شفناه إنه اتجاه الاستثمار، لكن أيضا ما شفنا أي تحرك بهذا الاتجاه، أي تحرك ملموس. شو ممكن اللي كحضرتك خبير اقتصادي تعطي الآليات المعينة ممكن الدولة تعتمدها؟ ممكن تقول جدول بسيط أو آلية بسيطة ممكن يعتمدوها لاستثمار ناجح؟ يعني احنا الآن ذكرنا الكثير من السلبيات.
يعني هذه المسألة مرهونة بقوة القرار السياسي. يعني السيد رئيس الوزراء إذا كان يعني يمتلك القوة الكبيرة في تطبيق هذه الرؤية الاقتصادية السليمة في الحقيقة على أرض الواقع، هذا بكل تأكيد سوف يسهم في يعني نشوء بداية حقيقية للاستثمار في العراق. يعني اليوم حتى الدول المتقدمة هي لا تستغني أساسا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدخل في هذا الجانب عوامل التكلفة والعائد. يعني الولايات المتحدة مثلا في استثماراتها، حتى في استثماراتها المحلية التي تقيمها، لا تستغني مثلا عن خبراء الاي تي من الهند مثلا، لا تستغني مثلا عن الأقمشة في بنغلاديش. يعني هذه الدولة الكبيرة الاقتصاد المتطور هي لا تستطيع مثلا أن تنتج هذه الأقمشة، وإنما تدخل عوامل الميزة التنافسية ومبدأ التكلفة والعائد بشكل أبسط في يعني خلق فرص العمل وفي تحديد مسارات الاقتصاد والعلاقات التجارية مع شتى الدول. نظرة السيد رئيس الوزراء بكل تأكيد هي نظرة سليمة، يعني وخصوصا الاقتصاد بعد هذه الحروب العديدة أكيد يحتاج الاقتصاد إلى استثمارات، والاقتصاد أساسا متعطش، وحتى كثير من المستثمرين الأجانب يعلمون أن الاقتصاد العراقي بحاجة كبيرة وهناك فرص استثمارية كبيرة بعد هذا الدمار الذي حصل، ولكن المشكلة تتركز في عدم وجود الآليات الجاذبة للمستثمرين، عدم وجود بيئة استثمارية كما ذكرت، عدم وجود قوانين جاذبة، ربما التسهيلات وهكذا. يعني جوانب مثلا حتى تدخل في الحسابات الجماعات المسلحة، الأحداث التي تحدث على سبيل المثال قبل فترة الضربة الصاروخية التي وجهت إلى إكسون موبيل، هذه بكل تأكيد عامل مؤثر وسوف تعيد الحسابات لكثير من الشركات التي ربما تفكر في الاستثمار في العراق. يعني هي هذه الشركات تترقب عن بعد هذه الأحداث وتأمل من الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق أن يتحسن بالشكل الأفضل حتى يعني تقدم مشاريعها، ومقابل ذلك يتطلب من الداخل العراقي من متخذي القرار من أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي أن يحددوا ما هي الفرص المتاحة للاستثمار، ما هي الأولويات، ما هو الأهم والمهم، ما هي القطاعات التي يتطلب فيها وجود استثمار أجنبي مباشر، لا سيما تلك القطاعات التي لا يستطيع القطاع المحلي الاستثمار فيها، خصوصا القطاعات أو الصناعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا مرتفعة لا تتوفر في الداخل، وبالتالي هناك جانب إيجابي في جذب شركات الاستثمار الأجنبي المباشر بحكم أنه أساسا المستثمر المحلي لا يستطيع أن يستثمر في هذا الجانب، وبالتالي من الضرورة أن نجذب الاستثمارات الأجنبية للخوض في هذا المضمار وللاستثمار في هذا المجال حتى يكون هناك تكامل، بحيث القطاعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا توكل إلى شركات أجنبية، والقطاعات التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا مرتفعة مثل القطاع الزراعي وغيره ممكن أن تكون هناك آليات وسياسات للاستثمار فيها من قبل المستثمرين المحليين. يعني المشكلة في العراق احنا حتى في القطاعات البسيطة، قطاع الزراعة على سبيل المثال، يعني ممكن أن يخطو فيها القطاع المحلي أو القطاع الخاص المحلي خطوات أفضل بالمقارنة مع الوضع الحالي، ولكن للأسف هذا لم يحصل بسبب عدم وجود مثلا سياسة زراعية. وهناك عوامل عديدة في مقدمتها، مثلا شحة المياه، عدم وجود برامج الدعم بالنسبة للمستثمرين الزراعيين. إذا أخذنا هذا القطاع كقطاع أساسي ممكن أن يخدم يعني طبقات مجتمعية كبيرة وتشغيل أيدي عاملة كبيرة في محافظات عديدة في داخل العراق، بالتالي ممكن أن يخلص أو يخفف من حدة البطالة المتفشية في داخل الاقتصاد. في ظل التخبط السياسي والاقتصادي الإداري التجاري صح التعبير اللي نوهت عليه حضرتك دكتور، شنو المغريات اللي ممكن بلد مثل العراق حاليا في ظل هذه التوتر وهذه الأزمة ممكن يقدمها مغريات للمستثمر الخارجي حتى يقدر
إلى الداخل، نقدر نستثمر نجذب المستثمر إلى الداخل. شو المغريات اللي ممكن إحنا كاقتصاديين نخليها أمام الدكتور عادل عبد المهدي، نقول له هذه الأمور اللي أنت إذا خليتها أمامك الآن كدراسة كفيجن لجلب الاستثمار بالمستقبل، كمشين حتى نجذب المستثمر حاليا، شو الأمور اللي ممكن نخليها أمامه على الطاولة اللي ممكن هو يعتبرها كتفاوض مع المستثمر الأجنبي حتى يجذب إلى الداخل؟ نعم، من أهم المغريات إذا يعني ما نظرنا إلى تجارب كثير من الدول، أهم المغريات التي قدمتها وهذا طبعا غير موجود في العراق حاليا، هو مثلا التملك الكامل. يعني هذا هو أحد أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر، استثمار أجنبي مباشر عن طريق التملك الكامل، وهذا يعني هذا الأسلوب هو يغري كما تفضلت هذه الشركات بحيث تسيطر على القرار بالكامل. يعني المشروع بالكامل هو ممكن أن يكون مملوك لهذه الشركة في داخل الاقتصاد بحيث لا تكون هناك شراكة محلية مع هذه الشركات، وبالتالي هذا أحد الأساليب التي تسهم في جذب شركات الاستثمار الأجنبي المباشر. من المغريات أو الأساليب الأخرى هو مثلا التسهيلات الإدارية الكبيرة، إذا يعني نظرنا مرة أخرى إلى الإمارات كمثال يحتذى به، مثلا التسهيلات الإدارية أو ما يسمى بالوان أوفيس، وان أوفيس ستيب، يعني جميع الإجراءات تجرى في مكان واحد وبخطوات بسيطة وبتواقيع قليلة جدا، وهذا أيضا من العوامل المشجعة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. أيضا من المغريات الضمانات التي ممكن أن تقدمها الحكومة، يعني في دول كثيرة يعني توفر مثلا الحماية في المجمعات السكنية، يعني الإعفاءات الجمركية بالنسبة للشركات، حرية التحويل، تحويل الأموال إلى الخارج مع الاستفادة من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية في الداخل، هذا أيضا عوامل مغرية وجاذبة للمستثمرين الأجانب. يعني كل العوامل تتركز في الجانب، جانب التسهيلات من حيث الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، حرية التحويل، سهولة الإجراءات، يعني جميع الأمور التي ممكن أن تبسط وتيسر جذب العملية أو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل. أخيراً راح أسألك دكتور، ما هو تأثير بنية السوق العراقي على المستثمر الأجنبي؟ بنية السوق أكيد عامل مؤثر، يعني بنية السوق تقصد فيها هيكل السوق، هيكل السوق المحلي، يعني كما تعلم هيكل السوق هو مختل أساساً بحيث لا يوجد هيكل اقتصادي سليم، هناك اختلال، لا توجد هناك يعني توسعات ولا يوجد هناك تفعيل مثلاً في القطاع الزراعي، في القطاع السلعي رئيسي في العراق، لا يوجد هناك نشاط أو قطاع صناعي سليم، يعني هناك اختلال في بنية السوق والاقتصاد مرتكز أساساً على رجل واحدة وهي القطاع النفطي بشقيها الاستخراجي والصناعي. يعني هذه مسألة، لدينا مثلاً مشكلة في لا توجد هناك صناعات تحويلية، إذا ما رجعنا مرة أخرى إلى القطاع الصناعي، البنية مختلة أساساً، ولكنها في نفس الوقت تشكل يعني فرص استثمارية كبيرة بحيث هناك اختلال كبير ممكن أن تكون عامل جذب لشركات الاستثمار الأجنبي من أجل إصلاح هذه القطاعات، لا سيما في الصناعات التي تحقق قيمة مضافة كبيرة، وفي الصناعات التي هي أساساً يعني ترتبط بالقطاع النفطي أو في منتجات التكرير النفطية، لا سيما مثلاً صناعة البتروكيماويات. العراق بأمس الحاجة اليوم إلى شركة استثمار أجنبي مباشر لإنشاء صناعة بتروكيماويات كبيرة، صناعات الألومنيوم، صناعات الحديد، صناعات البلاستيك، هذه كلها صناعات داعمة لصناعات محلية أخرى. يعني لك أن تتصور إذا ما تم إنشاء مثلا هكذا معامل أو منشآت إنتاجية، ممكن أن تتصور ما هو العدد المطلوب من القوى العاملة في هذه المنشآت، ما هي المنشآت المنتجات التي سوف تنتجها هذه المنشآت، يعني بحيث ممكن أن
تسد وتوفر سلع كبيرة للاقتصاد المحلي بما يخلق التشابك مع قطاعات محلية أخرى. لدينا أيضا قصور في قطاع النقل، يعني أنا ذكرت قطاع الخدمات، ولكن الجوهر الأساسي وصلب الموضوع في قطاع الخدمات هو قطاع النقل. ممكن أن يخلق حالة من التشابكات مع القطاعات الأخرى كقطاع داعم للقطاعات الاقتصادية الأخرى الزراعية والصناعية. كل هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة بالاشتراك مع القطاعات المحلية طبعا، وهذا عامل مهم في توليد الخبرات، في جلب الثقافة يعني الإدارية والخبرات الإدارية للعمال المحليين بمختلف مستوياتهم. يعني هنا من كل هذه العوامل ممكن أن نستشف أهمية وجود استثمار أجنبي مباشر سليم في العراق. ولكن في النهاية إذا سمحت لي، أنه هذه الاستثمارات أيضا ترتبط بالجانب التفاوضي في مجال العقود، يعني القوة التفاوضية power negotiation، هذه مسألة مهمة في مجال التفاوض. يعني الآن كما تعلم الكثير يعيب على الاستثمار في القطاع النفطي والحصص الكبيرة التي تأخذها الشركات النفطية. يعني لو نرجع إلى الجوهر الأساسي، المشكلة لا تتركز في الاستثمار بحد ذاته، وإنما بطبيعة هذه العقود وبعدم وجود إدراك كبير أو قوة تفاوضية كبيرة في الجانب العراقي، بحيث رجحت كفة الإيجابيات بشكل أكبر إلى الشركات المستثمرة الأجنبية. يعني نحتاج إلى حنكة اقتصادية وسياسية في إنشاء الشراكات وفي العقود المبرمة مع هذه الشركات وطبيعتها، من أجل أن ترجح أكبر فائدة ممكنة من علاقات الشراكة هذه في المستقبل. نقص الخبرات اللي تدير هذا الملف، نعم. عملية إدارة هذا الملف، عملية التفاوض، عملية التدارك. إذا نقدر نحولها من السؤال إلى تأثير الهيكل السوقي اللي سألته إلى حضرتك، ما هو تأثير الهيكل الإداري على الاستثمار؟ معناته هنا أكو هيكل إداري هش هو اللي قاعد يأثر أو يؤدي إلى التأثيرات بالبنية السوقية. احنا الان اخذنا نقطة سلبية تحت النقطة السلبية الأساسية، فبالتالي لازم يعني من نترخص من حضرتك نوضحها للناس. نعم بكل تأكيد، يعني الجانب الإداري أو الإدارة الاقتصادية تحديدا لها أثر كبير في يعني الآثار الاقتصادية السلبية التي حصلت في العراق. على سبيل المثال، مثلا يعني فتح الحدود في استيراد السلع بغض النظر عن الجوانب والسيطرة النوعية، عدم وجود سياسة جمركية، يعني بعد من دون استخدام للأدوات الاقتصادية وفي مقدمتها الجانب الجمركي. يعني في كثير من الدول، وحضرتك لاحظت ذلك في ماليزيا مثلا، يعني ترى المنتج المحلي موجود وإلى جانبه المنتج الأجنبي، ولكن السياسة الاقتصادية تتحكم في ذلك من خلال سياستها الضريبية، بحيث تفرض ضرائب كبيرة على السلعة المستوردة مقابل إعفاءات جمركية للسلعة المحلية، وبالتالي الفارق في السعر يشكل حافز أساسي للمستهلك في مثلا اقتناء السلع المحلية. هي لا تمنع من ذلك هذه السلع المستوردة، بل على العكس هذه الاستيرادات سوف تشكل ربما عامل تنافسي كبير. كيف؟ الشركات المحلية المنتجة لهذه السلعة حينما تدرك هناك سلعة أجنبية مستوردة سوف تتحفز على تحسين جودة هذا المنتج، لأن هناك منتج أجنبي. ولكن هذا لا يعني السماح لدخول هذه السلع بدون نظام جمركي ونظام ضريبي، بحيث يكون هناك فرق بسيط في السعر، وبالتالي يلجأ المستهلك المحلي إلى السلعة المستوردة ويترك السلعة المحلية، وبالتالي يفشل أو تفشل الصناعة أو المنتج يفشل في تسويق سلعته في داخل السوق المحلي. يعني يتطلب من السياسة الاقتصادية أن تتحكم بأدواتها من خلال السياسة الجمركية في تحديد كمية السلع الداخلة إلى البلاد. يعني هناك تجارب اقتصادية مثلا في الهند حينما فتحت
باب الاستثمار في صناعات تجميع السيارات، شركة تاتا أدركت الموقف الخطر أمامها كتحدي كبير، وبعد ذلك بعد سنوات عديدة ارتفع مستوى إنتاجية هذه الشركة وتحسنت هذه الصناعة، صناعة السيارات، بحكم وجود منافس كبير إلى هذه الشركة المحلية، وبالتالي حاولت أن تواجه. نعم، الاستيراد هو ممكن أن يكون له جانب إيجابي يتمثل في خلق التنافس مع المنتج المحلي، ولكن مع ذلك يتوجب على السياسة الاقتصادية أن تتحكم من خلال أدواتها، من خلال إدارتها السليمة، في يعني تحديد كمية الإنتاج أو عفوا كمية الاستيرادات من هذه السلع. يجب على السيطرة النوعية، التقييس والسيطرة النوعية، أن تتحكم بنوعية السلع الداخلية، وبالتالي ممكن أن تحفز المنتج المحلي للاستثمار أو المضي قدما في إنتاج هذه السلع. يعني لو تسأل الآن كثير من المنتجين المحليين سوف يقول لك هذه السلع تأتي من الصين ومن إيران وبأسعار زهيدة، وهنا في الداخل التكاليف كبيرة. يعني هناك أيضا لو نعود إلى الإدارة الاقتصادية، أيضا هناك مشكلة في الداخل العراقي مثلا، في يعني محليا لا توجد هناك يعني حوافز للمستثمرين المحليين. يعني في كثير من الدول للمستثمر المحلي مثلا إعفاءات جمركية، مثلا المستثمر المحلي يحصل على قطعة أرض مجانية، يحصل على قروض استثمارية في السلع التي يحتاجها الاقتصاد. يعني وهناك أمثلة كثيرة يعني في هذا المجال، وفي دول عديدة التي حاولت أن توجه العملية الإنتاجية من خلال هذه الحوافز، بحيث السلع التي يحتاجها الاقتصاد يعني نراها توفر إعفاءات ضريبية بالنسبة للمنتج، دعم مالي، منح قطعة أرض مثلا، وبالتالي يستطيع المنتج بكل سهولة أن يتوجه نحو الاستثمار على إنتاج هذه السلعة المطلوبة.